بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنكمل التقويم التشخيصي الذي بدأناه بالأمس. مطلوب مننا أن نحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع وحروف. نحلل كلمة عصفور، مجتهد، مكتوب. نبدأ بالكلمة الأولى ليث. عصفور يا ليث، حللها يلا. مكتوب. أنت شايف الشاشة؟ طيب يلا تفضل. المقطع المتحرك مع الساكن. عصفور. أيوة نقطعها. أول مقطع. مكتوب. ايوه انا عاوزك تقطع لي الكلمه يا ليث. قطعها يعني ايه؟ نحللها الى مقاطع. ايوه فوق رن، تلات مقاطع. عص فوق رن، عص فوق رن. المقطع الأول اللي هو المقطع الساكن عص، المد مع الممدود فو، الراء عليها ضمة يبقى رن، ثلاث مقاطع. عص فو عصفورا عصفورا، أن ثلاث مقاطع موجودين عندنا. طيب نشوف بلال، يلا يا بلال حلل الكلمة التالية. ميم. لا ميم جيم. ايوه نقولها عليها ايه؟ مج تاء تاء هد هد هي. لا الدال ليست ساكنه يا بلال، الدال متحركه. اشتهى د، يبقى أول مقطع مج مج، والثاني تاء، الثالث الهاء، الرابع الدال. مج تاء هي دون، مج تاء هي دون. طيب نشوف سعود، كلمة مكتوب. يلا يا سعود حلل لنا المكتوب. ايوه تجيب الماء، الميم مع الكاف، الميم مع الكاف، الميم على الكاف، والتاء والتاء على الواو. ايوه والباء يا سلام عليك. الميم مع الكاف يبقى مك، التاء مع الواو يبقى تو، الباء يبقى تو، مكتوب مكتوب. احسنت. أنا عاوز أجيب الحل لكن الصورة جاية عليه، عاوز أجيبه لكم مقطع. طب يلا مش مشكلة نشوف المثال التالي. أكملوا الجمل الآتية بوضع اسم الإشارة المناسب. نضع اسم الإشارة المناسب. تسمعوني؟ طيب يلا يا ليث، أول مثال هتضع اسم إشارة إيه؟ زهرة متفتحة. تقول هذا ولا هذه ولا هذان ولا هؤلاء؟ هذه زهرة هذه. أحسنت. يلا يا بلال، متفتحة. ولدان مهذبان. ولدان مهذبان هذان هذان. أحسنت يا بلال.
معلمات. معلمات يا سعود، تقول على معلمات. هذان ولا هاتان ولا هؤلاء؟ هؤلاء. هؤلاء إجابتك صحيحة. عامل نشيط، ليس عامل نشيط. هذا عامل نشيط. هذا عامل نشيط، أحسنت، إجابتكم صحيحة الثلاثة أبطال. اختاروا من الشكل المقابل ما يتمم رسم الكلمات رسما صحيحا. الحمد لله على السلامة يا مازن. مازن طيب، عندي ألف مكسورة وعندي ياء، في ألف مكسورة وفيه ياء. الحمد لله على السلامة يا عبد الله أنت ومازن. تسمعوني عبد الله؟ اسمعنا يا سلطان. نعم. الحمد لله على السلامة. طيب عندنا عاوزين، عندي ألف مكسورة وعندي ياء اللي تحت النقطتين، عاوزين نكمل أول كلمة. أول كلمة نضع ألف مكسورة أم ياء حتى تكتمل؟ عبد الله. ياء تصبح يقضي لأن قبلها مكسور والكسرة تناسب الياء. طيب الكلمة الثانية يا سلطان. الحمد لله على السلامة يا عبد العزيز، منورين. الكلمة الثانية يا سلطان. ايوه صلى، نضع لها ياء ام الف مكسورة؟ الف مكسور. الف مكسور. ممتاز يا مازن. أجب على الكلمة الثالثة. ير، ها أكملها. ياء أم ألف مكسورة؟ ياء. ياء لأن قبلها مكسور تصبح يرمي. يرمي، أحسن. طيب ارطض، الضاد نضع لها ياء أم ألف مكسورة لأن مفتوحة؟ بلال. يا بلال. ارط اكملها. اكمل الكلمة الرابعة يا بلال. الف مكسورة. الف مكسورة تصبح ارتضى. ارتضى لان الألف المكسورة يناسبها الفتحة. الكلمة التالية يا سعود. سعود تضع ألف مكسورة أم ياء؟ قبلها كسرة. يؤذي، أحسنت، تصبح ياء. طيب الكلمة التالية يا ليس. ساعة. ساعة ألف مكسورة. آخر كلمة عبد العزيز، أنت معانا عبد العزيز؟ اقتدى ألف مكسورة. اقتدى، أحسنت. لأن إذا أنا أعرف الألف المكسورة إذا كان قبلها فتح، والياء إذا كان قبلها كسرة. بارك الله فيكم. هنا بيقول لي أقرأ الكلمات الآتية ثم أرسم دائرة حول الحرف المضاعف. الحرف المضاعف يعني المشدد. عبد الله أول كلمة. عبد الله اقرأ الكلمة الأولى. الكلمة
احسنت. اين الحرف المشدد يا عبد الله؟ اشتد على لام والف. على اللام، على اللام. يبقى هي الشدة فوق اللام. اجابتك صحيح. نسمع الكلمة التالية من سلطان. سلطان اقرأ الكلمة الثانية. هيا يا سلطان، حقي سهلة خالص. سامعة، هل فيها حرف مضاعف؟ لا، لا ليس فيها حرف مضاعف، لا يوجد بها حرف مضاعف. الكلمة الثالثة يا ليس. الكلمة الثالثة. توضع. أين الحرف المضاعف؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا براء. الضاد. إجابتك صحيحة. الحمد لله على السلامة يا عبد العزيز، منور معانا ما شاء الله. طيب براء اقرأ لي الكلمة الرابعة يا براء. ها الكلمة، الكلمة الرابعة. هل ترى، هل ترى الشاشة يا براء؟ لا. نعم. طب نسمع عبد العزيز. عبد العزيز انظر ال... ها عبد العزيز الكلمة الرابعة يا عبد العزيز. هذه رابع كلمة. ط هيا عبد العزيز. ط طالب. احسنتم، طالب. هل يوجد هنا حرف مضاعف؟ هل يوجد حرف مضاعف؟ لا لا لا، يوجد حرف، يوجد حرف منون ولكن لا يوجد حرف مضاعف. المضاعف يعني شدة يا براء. هل يوجد حرف مشدد؟ فين؟ فين يا براء؟ ضم. هذا تنوين ضم وليس وليس مشدد. تنوين الضم غير الشدة. الشدة يعني ايه؟ شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وضم. طيب الكلمة الرابعة يا مازن. الخامسة، الخامسة. مازن اقرأ الكلمة الخامسة. اقرأ خامس كلمة. الكلمة اللي بعد الطالب، اقرأ الكلمة اللي بعد الطالب. طيب نقول لمين يقرأها؟ بلال اقرأها. بلال بلال افتح المايك يا بلال واقرأ الكلمة الخامسة. اقرأ الكلمة الخامسة. ما انت شايف الكلمة؟ لا اقصد ما اشوف الكلمات. طيب اقرأها يا ليس او سلطان. الكلمة الخامسة. سعيد. لا اللي قبل سعيد. معلم. معلم فين؟ ما هي معلم هاجي؟ عبد الله
الكلمة اللي بعده طالب يا عبد الله. سلم. أيوة سلم. سلم هل يوجد فيها حرف مضاعف مشدد؟ لا 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 لا. طب بص كويس. مين يقول لي في أين الحرف المضاعف في هذه الكلمة؟ أنا. قول قول يا بلال. اللام. أحسنت. اللام أهي علامنا. الكلمة الأخيرة يا عبد العزيز، اقرأ لي آخر كلمة يا عبد العزيز اللي بتبدأ بحرف السين. لا سيب، خلي عبد العزيز يقرأ. هيا عبد العزيز. طيب اقرأ يا سعود. طيب اقرأ يا سعود. آخر كلمة. ما سمعت. أيوة سمعت حد بيقول. ها كلها يا مازن. سعيد. سعيد. طيب طيب هل فيها حرف مشدد؟ لا لا يوجد. لا أيوة براء. لا ليس فيها حرف مشدد. هذا حرف منون. منون وليس مشدد. منون. المشدد يعني عليه شدة زي اللي قبلها، زي سلم، زي توضأ، زي فلاح. لكن الضمة تنوين ليست مشدد إنما تنوين. الآن ننتقل إلى المثال التالي. أرتب الكلمات الآتية لأكون منها جملا مفيدة. بلال عاوزك ترتب لي الجملة الأولى يا بلال، وليس يفكر في الجملة الثانية، وبراء يفكر في الجملة الثالثة، هو عبد الله، وعبد الله برضو يفكر في الجملة الثالثة، ومازن في الجملة الثانية. يلا يلا يا بلال. ها مين يرتبها لي الجملة الأولى؟ يلا يلا يا ابطال. مين اللي هيرتبها؟ انا انا انا. اتفضل. تخبر الابجار في فصل الربيع. ما شاء الله احسنت يا عبد الله. تخضر الأشجار في فصل الربيع، رائع. يلا يا ليس وسلطان ومازن. ها مين هيرتبها لي؟ كلمة أنا. كلمة صغيرة. مين اللي هيقول؟ سلطان. سلطان. يلا يا سلطان. اجتمعت الأسرة لتناول الطعام. طعام الايه؟ طعام العشاء. ايوه احسنت. اجتمعت
الأسرة اجتمعت الأسرة لتناول طعام العشاء. أحسنت يا سلطان. من هيرتب لي آخر واحدة؟ يلا يا براء، يلا يا بلال، يلا يا مازن، عبد العزيز. عبد العزيز ما عادش باين. سلم المسلم. لا المسلم على، المسلم على المسلم، ودي في على ما علي على. ها مين هيقول؟ على انا انا استاذ. اتفضل يا ليس. المحافظ. ابدا بالمسلم يا ليس. المسلم محافظ. المسلم يحافظ على صلواته. ايوه المسلم محافظ على صلواته. المسلم محافظ على صلواته. المسلم محافظ على صلواته. تمام. احنا امس اخذنا هذه المفردة، يلا عبد العزيز عاوزك تكمل لي اول كلمة يا عبد العزيز، اقرأها وحط لها حرف مادي مناسب له. ضم الحاء يا عبد العزيز وابدأ. حو. ها عبد العزيز اعتمد على نفسك وبص ما تخاف، يلا. حو. ها رو. ها يلا يا عبد العزيز. ها اشوف ما تشوفها. طيب نسمع عبد الله. عبد العزيز يا عبد الله حط حرف مناسب للمد، ضع حرف مد مناسب بعد الراء. حروف. حروف مد واو. مد واو. طيب اسمع براء، يلا براء عاوز حرف مد مناسب ورا الفتحة. ايوه انا خلاص عرفت المد الواو، انا عاوز التانية. يلا يا براء الكلمة الثانية. براء. تاني كلمة يا براء. افتح المايك. طيب مازن، يلا يا مازن. ها يا براء. افتح القاف يا براء وحط وراها الحرف المناسب. لا انا عاوز الكلمة الثانية. ليس الكلمة الثانية يا ليس. الكلمة الثانية. الكلمة الثانية بعد القاف. قال. صح قال. قال. الكلمة الثالثة. رحيم. رائع. مدياء. الكلمة الرابعة. افتح الصاد. صادق. صادق في مد ألف. صح. آخر الكلمة التالية. ير. الواو مكسورة، يأتي بعدها حرف مد إيه؟ لا ير. الواو مكسورة. الواو مكسورة. ها
يروي. يروي. ممتاز. ممتاز. الكلمة التالية قبل في عندي فتحة فوق القاف، يأتي بعدها حرف مد ايه؟ قا. ضي. قا ضي. الكلمة الأخيرة في الصف. بلال آخر كلمة في الصف يا بلال. اللي يعرف يجاوب. كسرة. الكسرة يأتي بعدها مد ايه؟ جديد. جديد. أحسنت يا عبد الله. أيوه تمام. الكلمة الأولى في السطر، في السطر الثاني. يلا يا بلال وأنت فاتح المايك، يلا افتح. ها عندنا ما انتش انت بتشوف من المايك من الجوال ولا من اللابتوب؟ يلا يا مازن. العين عليها فتحة. طيب العين العين عليها فتحة. مو واضح. ها؟ مو واضح. ما واضح. ألف. أي أيوة يبقى ألف بلاد. عاصمة. ألف. أيوة. والثانية. ماشي يا براء. برضو فائزان ألفان. فائزون. ألف الأول والثانية عشان في ضمة حطنا واو. فائزون. الكلمة التالية. عبد الله. سعود. مف. تو. ها نحط ايه بعد التاء؟ التاء عليها ضمه. مد واو. مد واو. احسنت يا بلال. مفتوح. الكلمه التاليه مد بالالف. شاعر. ها اللي بعدها طو. شاعر. خلاص اظن ان الوقت سيد. عطوف. 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 واللي بعده ملا. ملابس. و كا. كاتب. كاتب. ملابس وكاتب. طيب ان شاء الله سنكمل ان شاء الله سنكمل بكره ان شاء الله سنكمل. يا ابطال. يا ابطال. نكمل نكمل ولا نتوقف ونكمل في الغد؟ نكمل في الغد. طيب اللي عاوز يكمل دلوقتي ابعت لكم الرابط تاني ونكمل، ولا خلينا لبكره نكمل بيت التمرين؟ طيب خلاص لو فصل. طيب أنا سأرسل لكم رابط تاني الآن علشان نكمل على طول. هنفتح تاني. ثواني. نكمل ال... أدخلوا ال على الكلمات الآتية ثم أكتبها في المكان المناسب. الكلمة الأولى مدرسة. من ينطق الكلمة بعد إدخال ال؟ اتفضل يا براء. اتفضل يا براء. اتفضل يا براء. المدرسة. قمرية ام شمسية يا براء؟ المدرسة. قمرية. قمرية. احسنت. طيب الكلمة التالية يا مازن. مدرسة قمرية. احسنت يا براء. رائع. مازن الكلمة التالية. ابناء. ض الأبناء. قمرية أم شمسية؟ قمرية. أحسنت. الكلمة التالية يا ليس. سجادة. انطقها. سجادة.
دخل عليها ألف ولام. السجادة. دخل عليها ألف ولام يا ليث. السجادة. شمسية أم قمرية؟ شمسية. أحسنت. نور يا بلال، نور. دخل عليها ألف ولام. النور. النور. عبد العزيز بحر، ضع لها ألف ولام يا عبد العزيز، بحر. أدخل عليها ألف ولام يا عبد العزيز. البحر. البحر، رائع ما شاء الله. سعود، نهر، دخل عليها ألف ولام. ألف ولام؟ أيوة تبقى؟ البحر. لا، النهر. نهر، نهر، نهر. تصير؟ طيب أنا عارف. يلا يا سعود، عندك نهر، نهر، دخل عليها ألف ولام. طيب، ها؟ النهر. النهر، أحسنت. مازن، ثوب. يا مازن، ثوب. نعم. ده عندك ثوب، دخل عليها ألف ولام. الثوب. الثوب. براء، خبز. طيب بلال، خبز. الخبز. الخبز. الإجابات أمامكم كما أجبتم أنتم، أنتم رائعون ما شاء الله. باقي دقيقتين وزوم هيقفل، ندخل نكمل من الرابط على طول، نضغط عليها يفتح معانا إن شاء الله، بس لو قفل الوقت انتظرين. أكتبوا إحدى الأدوات، هل، ماذا، لماذا، من، متى، كيف، في المكان المناسب. شاهدت نورة، من يضع لي أداة استفهام مناسبة من أمامنا؟ ثواني الآن زوم بيخرج، هندخل منه تاني. طيب يلا، من يضع علامة الاستفهام، اسم الاستفهام المناسب؟ تفضل يا بلال، تفضل. ها؟ ما سمعت. متى شاهدت نورة؟ متى. طيب مين يجيب اسم تاني؟ يلا يا ليس. اللي يعرف يجيب. ماذا؟ 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 أحسنت، أحسنت يا مازن. طيب حالك، حالك، ها نقول إيه؟ نستفهم ونقول إيه عن حالك؟ عبد العزيز، لما أنا أسألك عن حالك أقول إيه؟ هل ولا كيف؟ كيف. كيف يا رائع ما شاء الله، كيف حالك؟ النعامة تبيض أم تلد؟ نقول إيه بقى يا سعود؟ نقول هل النعامة تبيض أم تلد، أو من النعامة تبيض أم تلد؟ سعود، النعامة تبيض أم تلد؟ بسألك، أقول هل ولا من؟ هل. هل، رائع. تسافر يا خالد، لما أسألك هتسافر يا خالد يبقى أضع السؤال أقول إيه؟ ها؟ متى. يا سلام يا سلام، هي المتى اقوى من لماذا. هو الراجل كاتب هنا لماذا تسافر يا خالد، ولكن هي المفروض متى تسافر يا خالد، بيسالني عن الوقت. زاركم، عاوز اسال اللي زاركم، اسال بايه؟ اسال بايه يا عبد الله؟ من، من. احسنت يا عبد الله، من زاركم. تغرب الشمس، عاوز اعرف تغرب الشمس، اسال بايه يا يا براء؟ او بلال او ليس، قول متى، متى تغرب الشمس. يا سلام عليكم، رائعون.
متى تغرب الشمس؟ متى تغرب الشمس؟ إجابتكم رائعة. ننتقل إلى المثال الأخير حتى لا أطيل عليكم، وبعدين بعد كده ما تقولوا ما عدناش رايحين. هنحول المفرد إلى مثنى ثم إلى جمع، آخر تدريب معانا إن شاء الله. طالبة، عاوز أخليها مثنى يعني اثنين وبعدين جمع. يلا يا عبد الله. طالبة، عبد الله معاك كلمة طالبة، عاوزك تخليها اثنين، تقول إيه؟ طالبتان، طالبتان. طب خليها جمع يا عبد الله، خلي الطالبة جمع، تقول ايه؟ استاذنا. لا عبد الله بيفكر، عبد الله بيفكر. طالبة وطالبة وطالب. يلا عبد الله كمل لي المثال يا عبد الله. الجمع، جمع طالبة، تقول ايه؟ طالبات. يبقى طالبتان، طالبة. بتصير طالبتان وبعدين طالبات، طالبتان ثم طالبات. طيب ليس، بستان، اريد المثنى لبستان يا ليس. خليها اثنين، بستانان، خليها جامع. بستانات او بسا، ها بسا، بساتين، بساتين. طيب بلال، كتاب، خليها مثنى يا بلال. بستانان، خليها جامع. بساتين، رائع. براء، معنا براء ولا مشى؟ مازن، الأبطال، ليس، معنا ليس وعبد الله وبلال والباقيين خرجوا بعد ما زوم وقف. طيب الآن نريد كلمة جار، جار، عاوزين مثنى جار. جاران، وجمع جار جيران. طيب احنا نكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله موعدنا غدا في نفس الموعد بإذن الله. وأشكركم وفي رعاية الله، موعدنا الساعة 10 إن شاء الله في رعاية الله يا أبطال. مع السلامة. الله يسلمك.